هو الصراحه بالنسبه للموضوع ديال الساعه الاضافيه، حنا ما حسينا بالمضره ديالها حتى نقصوها. ملي نقصوها في رمضان حسينا ان النهار ولا اطول، ولينا كنستافدوا منه اكثر. ما عرفتش هادشي واش عنده شي طابع نفسي اولا شي حاجه اخرى، ولكن انا ضد ديك الساعه الاضافيه، واخا عندها ابعاد اقتصاديه وامور اخرى، ولكن انا كنفضل اننا نبقاو في غرينيتش. حيت ماشي غير انا، ولكن بزاف اللي كنا كنفيقوا بكري ولينا كنحسوا بالنهار ديالنا طويل، كنستغلوه في بزاف ديال الانشطه. دونك من الاحسن يبقى التوقيت العادي بحال اللي كاين في رمضان. الاغلبيه ديال الرجال او النساء اللي تيشتغلوا حتى هما تيخرجوا، مثلا اللي تيخدموا مع 5 الصباح خصهم يخرجوا مع 4 وقيته خطيره. وفي نفس الوقت يعني بالنسبه لي انا ما فيها حتى شي فائده، يعني هما تيهضروا على الطاقه مثلا انها كتختصر الوقت باش يعني مثلا نحافظوا على الطاقه، وحنا خصنا نوعيو الناس، نخليو ان الناس يحافظوا على الطاقه في بيوتهم ماشي في مكاتبهم او في الادارات او في كذا او في الشركات. خص يعني الناس، الشعب خصو يتعلم يتوعى يعني انه هذاك الطاقه خصنا نحافظوا عليها سواء الضوء ولا الماء ولا اي حاجه. انا تنشوف بان الساعه الاضافيه جابت المشاكل، نظرا لماذا؟ نظرا للاجرام اللي كثر، ولاو الدريات ما كيقدروش يخرجوا في الصباح بكري لانه تيتعرضوا بزاف ديال المسائل، وراه يعني الشارع العام بصفه عامه راه عارف هذه المسائل هذه. الاكثر من هذا الدراري الصغار، تتفيق واحد الدري صغير مسكين يلا عنده 4 سنين او لا 5 سنين باش يمشي للمدرسه في وقت في ساعه من الليل. تنظن بان الساعه الاضافيه ما استفد منها حتى واحد، بالعكس كانت كارثه بالنسبه لنا. انا بالنسبه لي ان ما عندها حتى شي استفاده الا الازعاج والعبث والتبعيه للدول الناميه، هذا من ناحيه. ولكن كاين حتى واحد النقطه ايجابيه، هو انه بالليل تيولي النهار طويل شويه. ولكن بالنسبه للوليدات، كان عندي وليدات تنديهم المدرسه في الصباح، فحنا كنوضوا تيخرجوا الصباح بكري في الظلام. واخا ان الناس ولفوها، ولكن تنظن ان ما عندها حتى شي قيمه قدام غرينيتش. خاص المغرب حتى هو تكون عنده واحد القرار، يكون عنده واحد التبعيه، نقولوا الاقتصاد ولا شي حاجه. انا ما كنستافدوا والو. تجربتي الشخصيه بانني كنشوفها بانه عندها اثر سلبي عليا انا، لان بحكم العمل وكندير لا نافيت كرزاها رابا، سكي في انني كنسيتو فصل الخريف والشتاء، كنخرج في الصباح بكري في الظلمه في الظروف امنيه ما موفراش، لدرجه بعض المرات ملي كنوصل لمحطه القطار كنقول لنفسي كتب لي عمر اخر. هذه من السلبيات، ربما الا كانوا ايجابيات، ولكن اللي كيهمني وبالنسبه للوقت يعني نقول الا سمح لي نقول هذه العباره بين قوسين بانني ساخت على هذه الساعه.